اغنيه مخاصمات جت ازاي؟ انا عرفت الاول انك ما كنتيش عايزه تغنيها ورفضتيها، بعدين المنتج مصطفى السويفي قال لها لو ما غنيتيهاش مش هشتغل معاكي. ما تشتغليش معايا. مصطفى فرعون اصلي. الحمد لله ان انا سمعت كلامك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه انا كنت رايحه، يعني طبعا انا ما كنتش عارفه بقى الموضوع بتاع الاغاني ده بيتم ازاي. المهم انا جيت اتعاملت مع ناس ما شاء الله يعني ليهم اسم في الـ في الـ في, الـ في الاغاني. بعدين لقيت نفسي ان انا بعمل نفس الحاجه اللي بتتعمل. يعني لو كده مش هختلف على الناس التانية، يعني عشان انجح في حته لازم اكون مختلفه. فقعدت ادور، ففي حد من السوشيال ميديا عندي اسمه مادة، هو قال لي لازم تروحي تشوفي منتج اسمه مصطفى السويفي ممكن يجيب لك حاجه مختلفه. ففعلا رحنا وقابلناه، وبعد كده قال لي سمعته الاغاني اللي عندي، قال لي لا معلش الاغاني دي سيبيني بقى انا الموضوع ده شويه دلوقتي، مش دلوقتي خالص، احنا لازم فعلا نفكر في حاجه مختلفه. وقال لي اديني يومين كده وهجيب لك حاجه. بالظبط يومين كلمني قال لي انا عندي ليكي اغنيه تحفه. فقلت له ماشي. المهم انا بقى رايحه فاكره نفسي حاسمع يعني ايه، فلقيت مخاصماك هي عجبتني، بس قلت ازاي انا هغنيها؟ قلت مش عارفه، مش موضوع خفت، مش عارفه اغنيها يعني. حتى الكلام مش عارفه يعني اغنيه. فقال لي لا لا انت هتغنيها واحنا هنعمل بروفات ويعني هتغنيها يعني هتغنيها. فقلت له طب، قال لي لو ما غنيتيهاش ما خلاص مش هنشتغل مع بعض، يعني دوري في سكه ثانيه بقى. قلت له ماشي يلا خلينا نغنيها. وحصل وغنيتيها وكسرت الدنيا. سبحان الله. قبل ما تيجي مصر او تدوري على، طبعا بصي خلينا نقول انه كل بلد ليها الفن بتاعها، ولكن يمكن عشان مصر الانطلاقه او مصر احنا عددنا اكبر، او دايما لو الحاجه سمعت في مصر بتسمع في باقي الدول. دي حقيقه. هل انت كنت بتدوري انه تعملي حاجه باللغه المصريه او اللهجه المصريه علشان تنطلقي من مصر، ولا انت كان لا يعني هتعملي بكذا لهجه؟ ممكن كنت بتفكري مثلا تعملي لبناني مغربي، كان تفكيرك رايح فين؟ لا انا كان تفكيري كله رايح ان انا لازم الاقي اغنيه حلوه. حلوه بس. مش مهم لهجتها ايه؟ مش مهم لهجتها. بدليل ان انا السنه اللي فاتت كنت في المغرب وياما دورت، يعني دورت كتير على ان انا الاقي اغنيه مميزه. بس لسه ما توفقتش، بس ان شاء الله يعني ام ستيل يعني في البروسيس ان بدور. بس لما لقيت انه في سكه ثانيه مختلفه، خصوصا انه مخاصماك حتى بعد ما نزلت عملت برضو نجاح. صحيح. مش نفس النجاح بتاع دلوقتي. بس هي فعلا اول اغنيه بحس انه لا في كده يعني تفاعل مع الناس. صح. في حد بيبعت لي، في حد بيقول لي اغنيه حلوه، فهي فعلا كان وش الخير عليا. وبعد كده خلاص عرفت انه في لاين لازم ايه امشي عليه. هل في المغرب ليكي اعمال سابقه او اعمال ضربت زي خصمات؟ لا 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 انا لسه ما حدش يعرفني في المغرب، دلوقتي هيعرفوني. وشنا حلو عليكي. وشكوا حلو عليا. ان شاء الله يا رب انطلاقه تكون في مصر والمغرب وكل الدول العربيه، لان الاغنيه جميله ولسه نشوف اللي جاي. بس طبعا كل الناس